طبعا في لقطة غريبة جدا من ساديو ماني أثناء محادثة صلاح لأبو جبل علشان توجيهاته، لأنه طبعا بيلعب مع بعض في ليفربول، فعارف الزاوية المفضلة لساديو ماني اللي هيشوط فيها. تدخل ساديو ماني في المشاركة وقال لأبو جبل: لا لا ما تسمعش كلام صلاح، ده أنا هشوطها على يمينك، قلت أنت بس على إيه؟ على اليمين كده يا أبو جبل. طبعا يعني أبو جبل نفض طبعا ساديو ماني وشتمه وسمع كلام صلاح وقدر إن هو يصد ركلة الجزاء في الدقيقة الخامسة.